ينضم إلينا عبر زوم من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا بحضرتك أستاذ عزام. مساء الخير، نجي تكون الاستضافة. شكرا لحضرتك. يعني تابعنا بالأمس صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي عززت آمال خفض الفائدة الأمريكية. ما قراءتك للبيانات، وهل نستطيع القول أن خفض الفيدرالية الفائدة بات قوسين أو أدنى؟ نعم بكل تأكيد أنجي، على ما أعتقد أن شهر سبتمبر قد يكون بداية تخفيض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي. يبقى السؤال الأهم، كم سوف تكون أول عملية تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي؟ هل هي 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس؟ أميل إلى أن تكون 25 نقطة أساس، نظرا لأن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج متابعة الأرقام الاقتصادية ما بعد بدء دورة التيسير للسياسة النقدية. عندما ننظر إلى أرقام التضخم بالأمس، نعم هي أرقام جاءت أبدت التباطؤ على أساس سنوي إلى مستويات 2.9%، هي القراءة الرابعة على التوالي التي أظهرت فيها التباطؤ. لكن هناك بعض المخاوف إنجي عندما ننظر إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند مستويات 3.2%، هي مستويات قد تكون بعض الشيء بعيدة عن مستهدف الفيدرالي الأمريكي، قد تكون مخيفة بعض الشيء نظرا لارتفاع أرقام تضخم الخدمات في الفترة الماضية التي لا يزال يعتبر مستقر، نظرا لارتفاعات الأجور، ارتفاعات أسعار المأوى. فبالتالي لا يزال هناك بعض المخاوف، لكن عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية بشكل عام، أرقام التضخم تسجل تباطؤ، النمو الاقتصادي بالرغم من مخاوف الركود في الفترة الماضية عندما ظهرت بعض المخاوف جراء أسواق العمل أو قراءة أسواق العمل المتباطئة في الفترة الأخيرة، لكن عندما ننظر إلى المعطيات بشكل عام أعتقد لا تزال جيدة اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بأن انخفاض أرقام التضخم قد يعني أن إمكانية ارتفاعات النمو الاقتصادي من ناحية أخرى. عندما ننظر إلى فيليبس كيرف أو منحنى فيليبس الاقتصادي، أرقام البطالة عندما تسجل ارتفاعات ذلك يعني بأن أرقام التضخم قد تسجل انخفاضات. فبالتالي هو ما كان يحتاجه الفيدرالي الأمريكي تباطؤ قراءات ناعمة لأسواق العمل لكي تعطي بعض الإشارات بشكل أكبر بأن التضخم بات مسيطر عليه من الفيدرالي الأمريكي. لسه كنت أسأل حضرتك أستاذ عزام، يعني هل الاقتصاد الأمريكي سيشهد ركود أو ركود تضخمي أو مجرد تباطؤ من وجهة نظرك؟ على ما أعتقد حتى لو كان هناك ركود، قد يكون ركود شبيه بالركود الذي حصل قبل عامين، ركود تقني خفيف لفترة بسيطة أو حتى لفترة قليلة من الزمن. شهدنا في الفترة الماضية ربعين متتاليات لقراءات سلبية للنمو الاقتصادي، ثم عاد الاقتصاد الأمريكي لينمو بصورة مضطردة في الفترة التالية. لذلك أميل حتى لو كان إمكانية دخول مرحلة ركود في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون ركود بسيط جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، أميل إلى سيناريو الهبوط الثالث، أي وصول أرقام التضخم إلى ما يحتاجه الفيدرالي الأمريكي مع أرقام نمو اقتصادي إيجابي، ثم نحتاج متابعة دورة السياسة النقدية التسهيلية وتأثيرها على الفيدرالي الأمريكي. وهنا أميل إلى بعض المخاوف أن يكون هناك موجة قادمة أو على الأقل ارتفاعات بعض الشيء للتضخم ما بعد، هنا أقصد طبعا بعد عام 2025 أو في عام 2025 عندما يبدأ الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة. فبالتالي قد نشهد بعض السيناريوهات عودة مخاوف الركود مع تسهيل السياسة النقدية في الفترة القادمة. نعم سيد عزام، أيضا الدولار تراجع بعد بيانات التضخم الأمريكية، ما قراءتك أيضا لمستقبل الدولار الأمريكي على المدى القصير والمتوسط؟ قد يكون إنجي الدولار الأمريكي يواجه عدة مسائل، ليس فقط التضخم وحتى السياسة النقدية وعدم اليقين من السياسة النقدية وتوجهات الفيدرالي الأمريكي. عندما ننظر إلى الفترة الماضية هناك بعض المخاوف أو ارتباك حتى في الأسواق من الخطوة القادمة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. عندما ننظر إلى الدولار إندكس، هو الدولار إندكس وقياس الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات. فبالتالي يبقى السؤال هنا، من سيصل إلى مرحلة أو إنهاء مسيرة السياسة النقدية التسهيلية قبيل البنوك المركزية الأخرى؟ فبالتالي أعتقد أن قد نواجه من المدى القصير إلى المدى المتوسط تداولات عرضية بالنسبة للدولار الأمريكي في الفترة القادمة، خاصة بأن شهر 11 سوف يكون هناك الانتخابات الأمريكية، وبالتالي قد ترتفع الأصوات لترامب تريد أو تجارة ترامب في الفترة القادمة، وهي اللجوء إلى الدولار الأمريكي كملاذات آمنة في الفترة القادمة أو حتى الأسهم الأمريكية في الفترة القادمة بالنسبة للتداولات مع الانتخابات الأمريكية. لذلك أميل إلى تداولات قد تكون عرضية بعض الشيء إلى المدى القصير إلى المدى المتوسط إلى ما بعد بدء السياسة النقدية أو تسهيل السياسة النقدية من ناحية، ثم الانتخابات الأمريكية من ناحية أخرى في شهر نوفمبر.
سيد عزام، ما هي العملات الأقوى على المدى القصير والمتوسط بخلاف الدولار الأمريكي؟ نعم إنجي، يمكن ولحضرتك ما هي العملات الأقوى، العملات الأقوى على المدى القريب بخلاف الدولار الأمريكي؟ قد أميل هنا إنجي إلى اختيار قد يكون غريب بعض الشيء، هو الدولار الأسترالي. الدولار الأسترالي قد يواجه في الفترة القادمة إمكانية ارتفاعات بسبب البيانات في الفترة الأخيرة أو بيان محضر البنك الأسترالي في الفترة الماضية. قد أشار بنك أستراليا بأنه يدرس حتى إمكانية رفع أسعار فائدة، فبالتالي تباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية تخفيضها من بنك نيوزيلندا، كندا، الاتحاد الأوروبي، بنك بريطانيا وحتى الفدرالي الأمريكي في الفترة القادمة، بينما قد يكون هناك توجه للدولار الأسترالي لإبقاء السياسة النقدية لفترة أطول في الفترة القادمة. من ناحية أخرى، قد يكون الين الياباني في الفترة القادمة قد يكون قوي بعض الشيء جراء طبعا التباين السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان من ناحية وتخفيضه البنوك الأخرى لأسعار الفائدة. ننتقل لنقطة أخرى وهي انتعاش اقتصاد اليابان ليحقق نموا في الربع الثاني بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص، في إشارة إلى أن دورة إيجابية تربط بين ارتفاع الدخل وزيادة الإنفاق قد بدأت في الظهور. هل نستطيع القول سيد عزام أن الأزمة العالمية التي حدثت أخيرا وكان لليابان دورا فيها قد انتهت؟ قد يكون إنجي ما حصل إلى الأسهم اليابانية وانخفاضات متتالية للأسهم اليابانية وأسهم العالمية في الفترة الماضية يوم الاثنين الأسود ما سماه البعض، هي تفكيك بعض الشيء للكاري تريد أو تجارة الفوائد بالنسبة للين الياباني من ناحية. من ناحية أخرى، نعم البيانات الاقتصادية اعتبرت جيدة، ربع يعتبر جيد إيجابي بالنسبة للنمو الاقتصادي الياباني، قد يعطي بعض الراحة لبنك اليابان الذي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة، وهو سيتجه إلى البرلمان الياباني الأسبوع القادم للإدلاء بشهادة كازو ويدا حاكم بنك اليابان، سيتجه لإدلاء شهادة إلى سبب تغيير السياسة النقدية التسهيلية المعتاد عليها من بنك اليابان إلى سياسة تجديدية، رفع أسعار الفائدة لمرتين، تفكيك الكاري تريد ما سماه البعض تفكيك الكاري تريد بنسبة 75% في الفترة الماضية، قد أعطت بعض المخاوف في الأسواق. لكن هنا الجدير بالذكر إنجي بأن إمكانية التوجه بالنسبة لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة على ما أعتقد لا يزال قائم في الفترة القادمة، خاصة مع تغيير رئيس الوزراء كيشيدا. سيتجه حاليا كيشيدا إلى التنازل عن رئاسة الوزراء، مما قد يعني بعض الشيء بأن كيشيدا هو معارض بشكل كبير للسياسة النقدية التجديدية، مما قد يعني بأن رئيس وزراء قادم قد يعطي بعض الراحة بالنسبة لكازو ويدا لبنك اليابان للاستمرار برفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، فبالتالي التناسب برفع أسعار الفائدة مع نمو اقتصادي جيد من قراءة اليوم، التضخم أعلى ل 27 شهر متتالي بالنسبة للبنك الياباني، بالنسبة للتضخم الياباني، قد يعني بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة قد يكون هناك حاجة لها بالنسبة لبنك اليابان في الفترة القادمة. ننتقل لجزئية أخرى تهم المستثمرين أجمع وهي الذهب. ما رأيت حضرتك لمستقبل المعدن الأصفر فيما تبقى من أشهر هذا العام؟ يمكن أنجي بتتفق معي بأنه ما سبب أسعار الذهب الارتفاعات لأسعار الذهب في الفترة الماضية ووصول لمستويات تاريخية هي عدة أسباب، من التوترات الجيوسياسية، صحيح، لجوء البنوك المركزية بشكل كبير جدا لشراءات عملية الذهب على رأسها الصين خوفا من أزمة العقارات، ثم اتجهنا في الفترة الماضية من منتصف الشهر 6 إلى منتصف شهر 7 بدأت عمليات التداول العرضية بالنسبة للذهب، وصلنا إلى مستويات تاريخية عن مستويات 2480 تقريبا للأونصة، ثم الانخفاضات إلى مستويات 2380. أعتقد هي مستويات قد تكون عرضية لتداولات الذهب، خاصة مع خفتان الأسباب التي رفعت الذهب والتي أعطت الذهب لتسجيل ارتفاعات، خاصة أن صناديق الاستثمار المتداولة بالنسبة للذهب قد سجلت بعض الانخفاضات. لكن سيد عزام، ولكن مع احتمالية خفض الفائدة كما تفضلت حضرتك وقلت لنا هنا ذكرت في أرقام وأسواق، ممكن يكون في فرصة أو أمل لرفع الذهب مرة تانية أو الصعود مرة أخرى؟ نعم إنجي، كنت أميل إلى هذه النقطة بكل تأكيد. كنت ما ذكرت أن الذهب قد يتداول بشكل عرضي على المدى البسيط إلى المدى المدى القصير إلى المدى المتوسط، ثم على المدى الطويل نعم أميل إلى تسجيل مستويات تاريخية قد تصل إلى مستويات 2600 ثم مستويات 2740 للأونصة بالنسبة للذهب، خاصة إلى السبب الذي ذكرتيه إنجي بكل تأكيد، تخفيض أسعار الفوائد قد يعني بأن الاستثمارات للذهب قد تعود مرة أخرى تطفو على الأسطح في الفترة القادمة. بكل تأكيد إيجاد
استثمارات خارج من العملات النقدية، قد يكون الذهب إحدى الوسائل التي يتجه إليها المستثمرين لشراء الذهب. فلذلك نعم أميل على المدى الطويل أن نشهد مستويات تاريخية قادمة بالنسبة للذهب على المدى الطويل. أنجي، نعم، بعد رؤية حضرتك أيضا للأسواق وعدد من السلع، ما هي نصيحتك للمستثمر العربي أين يستثمر أمواله على المدى القصير وأيضا المتوسط؟ قد تكون على المدى القصير كما ذكرت أنجي، قد يكون الدولار الأسترالي أحد التوجهات الجيدة، ثم قد أتجه إلى الفضة. عندما ننظر إلى الفضة على ما أعتقد هي لا تزال أندر فاليد بالنسبة للفترة الماضية. عندما ننظر إلى سعر الذهب بالفضة هي ما يقارب 87 أونصة، فهي مستويات تعتبر مرتفعة جدا قياسا بأونصة سعر أونصة الذهب إلى أونصة الفضة. فلذلك أعتقد بأن هي تسعير الفضة قد يكون متراجع قليلا، فلذلك الفضة قد تكون استثمار جيد على المدى المتوسط. على المدى الطويل قد يكون هناك الأسهم الدفاعية في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون جيدة بالنسبة للاستثمارات على المدى الطويل. الرعاية الصحية بكل تأكيد قد تستفيد بشكل كبير الأسهم الدفاعية مع تخفيض أسعار الفائدة. المحفظة الاستثمارية قد تحتاج تحميل بكل تأكيد. هناك السندات، أسواق السندات هناك مقولة بكل تأكيد عندما يتجه وارن بافيت إلى الشراءات قد يتجه المستثمرين إلى الشراءات. السندات في الفترة الماضية يحملها وارن بافيت بشكل أكبر حتى من الفدرالي الأمريكي. فبالتالي أعتقد أن السندات قد تكون جاذبة بالرغم من أن انخفاضات الأسعار في أو انخفاضات أسعار الفوائد قد يعني أن عوائد السندات قد تكون منخفضة. لذلك السندات لمدة 3 أشهر قد تكون جيدة كاستثمارات في الفترة القادمة. إنجي، نعم، ما تأثير أيضا خفض الفائدة المتوقع على الأسواق العربية وخاصة الإمارات والسعودية؟ عندما ننظر نتحدث عن أسواق نعم أسواق الأسهم. نعم بكل تأكيد أنجي، عندما ننظر إلى الأسواق العربية بكل تأكيد هناك مرابط مشترك بين الأسواق العربية وأسواق الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تخفض الفوائد من الولايات المتحدة الأمريكية سيتجه الدول العربية بكل تأكيد لتخفيض أسعار الفائدة. تخفيض أسعار الفائدة قد يكون هو جاذب بالنسبة للشركات الصغرى لتسجيل ارتفاعات بالنسبة لأسهمها. بكل تأكيد الفوائد المنخفضة يعني اقتراض أكبر بالنسبة للشركات الصغرى، يعني نمو أكبر، ربحية أكبر. فبالتالي قد يكون هناك ارتفاعات بشكل متتالي بالنسبة لأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات في الفترة القادمة جراء طبعا الترابط في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية. وضحت النقطة. بشكر من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي، على مشاركته معنا اليوم. شكرا لحضرتك. شكرا لكم.